Maybe we're gonna go to the waterfall. We're gonna do the same. Is it good? Oh, you have to be there. Yeah, we will go tomorrow. Yeah. With the scooter or? السلام عليكم. يلا غادي نبداو الفلوق دابا. الصباح ما قديناش نخرجوا، كانت الحراره ديال بصح يعني صاد 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 هنايا. عارف راه كاين في المغرب دابا، يلا شوف اليوم قال لك راه طاح الثلج في الرباط، طاح الثلج في مكناس. المهم مزيان هنايا راه كاين الصاد. يلا غادي نبداو دابا راه شي 5:30 دابا هنايا، ونكتشفوا الوان برابانك ونشوفوها كي دايره. نحاولوا نفيلميو نايت ماركت اوكي ريفر سايد ونشوفوها مجموعين ان شاء الله. واحد من البلايص المعروفه بهم الوان برابانغ هو هذا النهر، هذا الريفر هنايا اللي كاين معروفه به. تجي هنايا الا بغيتي تتكري البوت، تدير واحد البوت تريب يعني بالباط، وكدير واحد الرحله بالباط وكتشوف في هذا النهر هذا كامل. ما عرفتش الثمن ديالها شحال لان حنا ما درناهاش. هذا هو النهر. لاوس كانت مستعمرة من طرف فرنسا، يعني كانت مستعمرة فرنسية، ولهذا ملي غادي تكونوا دابا خارجين تنشوفوا المدينة وتنشوفوا الشكل ديال البنايات غادي يجيب لك الله بحال فرنسا، لأن مازال هذاك الاستعمار ديالهم هنا، البنايات ديالهم هنايا. وزائد واحد الحاجة، هاد المدينة معروفة بمدينة 33 معبد، فيها هنايا 33 هاد المدينة هادي فيها 33 معبد. ولا بغيتي تاخذ البعض من هنا كتاخذ الكيفه الاخرى، يعني في تلك الفيلاجيز ديال لاوس الناس اللي ساكنين في بيتيت فيلاج او في الكيفه الاخرى. كما هاد الناس دابا غادي، دابا هاد الناس راهم ساكنين تما وغادي. في الاول كنت تنظر بان النايت ماركت معروف غير في تايلاند، ولكن النايت ماركت معروفه في اسيا كامله. حتى في لاوس كتلقى نايت ماركت. هنا هاد البلاصه هادي فين كاين نايت ماركت انا غادي نصورها كامله. تتلقى الماكله، كتلقى الحوايج اللي بغيتي، شي حاجه تقليديه كتلقاها هنايا. ها هي
هذا معروف بالهاند ميد، يعني الناس اللي يشدوا شي حاجه بيديهم كيقادوها وكيبيعوها، كيتسمى الهاند ميد ماركت. يعني اي واحد هنا تيبيع السلعه ديالو اللي مقادها بيديه، بحال هذا الرسم هذا السيد راه تيرسمو تما هو تيبيعهم هنايا. انت عاوتاني نفس البريسلت وكذا لاي دوغ لاي دوغ كوكا. You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. Ready, say. هنا اللي بغيتي تشري سي ساندويتش. ساندويتش يدير 10,000 كيب. 10,000 كيب. 10,000 كيب. Are you scared? 10,000 كيب دايره تقريبا 12 درهم. 10,000. I don't know. لحد الساعة في الماكلة ديال اللاوس مازال ما عجبتنيش صراحة. أكثرية دابا تناكل غير الساندويتش، يعني كما قلت راه هادي كانت مستعمره من طرف فرنسا، عندهم لي ساندويتش كاينين بزاف هنا مقلبين، اللي بغيتي لي ساندويتش كاينين. كاين نزيدك واحد الحاجه، حتى الفواكه هنا عندهم مالحه تيتسمى الساور فروت. البارح شريت واحد المونغ، انا عند بالي المونغ يكون بحال المغرب حلو بزاف، ساعة ملي كتذوق كتلقاها مالحة ديال بصح، تتبقى دير كما شي دري صغير كتحط له الحامض في الوجه ديالو تبقى ديال كتاكلها كتبقى تغبل. فروي عندهم عاوتاني مالح بزاف. نمشي لواحد البلاصه غادي ناكلوا فيها كتسمى الاوبن بيفيل، كتخلص 15,000 كيب، يعني 15,000 كيب اللي تحولها كتعطيك شي 17 درهم حتى 20 درهم. تسمى الاوبن بيفيل، تتاكل تتهز اللي بغيتي كتاكلو زيد تشبع وتمشي في حالاتك. حنا غادي نمشيو ليها وغادي نشوف هي اللي لقينا لحد الان لقيناها رخيصه و ناكلو تنشبعو منها. Une oreille de cochon, c'est presque une vulve de cochon. البارح كانت خاوية بنومة عامرة بزاف، بنادم ما تياكل. Man never think at all. Never. Bye. Bye.
هاد البنت هادي من فنلند، البنت الاخرى اللي معاها من هولندا، تعشينا مجموعين. يا ميتي الحاجه في اللاوس مثلا السبرايت، سبرايت غادي تشريها سخونه مثلا ماشي في الثلاجه، تاخذها ب 4000 كيلو يعني 4 دراهم، ولا بغيتيها سخونه ولا بغيتيها بارده من الثلاجه كتخلص عليها 5000 كيلو يعني حتى البروده كتخلص عليها في اللاوس. كان هذا هو الفلوق ديال اليوم كما شفتوا، سمحوا لي كنت ما بديتش الفلوق من الاول لان كانت الحراره بزاف، وكما كتعرفوا اسيا راه تتكون الحراره وفي نفس الوقت راه تتكون الرطوبه، عارف راه كاين البرد البرد بزاف في المغرب، ولكن هذه هي سنه الله في الكون. تنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، تنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، نتشوفوا غدا ان شاء الله. مازال لوان برابانك فيها ما يتشاف، فيها بزاف بزاف ما يتشاف. نتمنى هذا الفيديو تكونوا شفتوا منه شي حاجه، الماكله ديال الشارع اللي كاينه هنا، شويه ديال البنايات، شويه ديال الريفر اللي كاين اللي معروف في هذه المدينه، والمدينه كما قلت راها معروفه ب 33 معبد اللي غادي نشوفوهم في الفيديوهات الجايين باذن الله. شكرا لكم بزاف، نتشوفوا في فلوق واحد اخر. السلام عليكم.